ظهور مسؤول يمني موال للتحالف بوضع مخل بالأداب ثم ينثر الدولارات على الرقصات. تفاصيل عاجلة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. انتشر مقطع فاضح لمسؤول موال للتحالف يظهر بوضع مخل في ناد ليلي وهو يرش الدولارات على الراقصات بينما الشعب في اليمن يموت من الجوع. فضيحة جديدة وقعت فيها حكومة معين عبد الملك تمثلت في ظهور أحد مسؤوليها في ناد ليلي بالعاصمة المصرية القاهرة. ففي حين يظل جنود وضباط وزارة دفاع حكومة معين بدون رواتب إضافة إلى المعاناة التي يعانيها موظفو القطاع الحكومي في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف، يستمر مسلسل الفساد في حكومة معين عبد الملك وبشكل غير مسبوق في ظل أزمة خانقة تعيشها هذه الحكومة. وكشف فيديو متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي لما يسمى بنائب مدير الدائرة المالية في وزارة دفاع حكومة معين علي ضبي حسن في أحد المراقص والحانات في العاصمة المصرية القاهرة وهو ينثر الدولارات على الراقصات، وبشكل يكشف عن حجم الفساد الذي تمارسه حكومة معين عبد الملك والنافذين فيها من خلال نهب مرتبات الموظفين ومنتسبي السلك العسكري وتحت مرأى ومسمع دول التحالف التي صمت أذنيها عن المعاناة الكبيرة التي يعاني منها سكان المحافظات الجنوبية من انقطاع للرواتب وغياب للخدمات الأساسية في تلك المحافظات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.